وبس رضا وحط رضا حلوة يا رضا. أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة أنه كل حلقات الكابتن رضا شحاتة بتبقى معجونة كورة. أنا بحب كلام الكورة، مفيش أمتع منه الحقيقة. أنا دايماً بنسيب الأساس اللي هي الكورة ونقعد نتكلم حوالين الكورة، إنما المتعة كلها هي في الحتة دي كلها على بعضها. يا كابتن رضا مساء الورد. وحشني والله العظيم. أنت اللي وحشني جداً حبيبي، جداً. ربنا يخليك. أخبارك إيه؟ زي الفل والله الحمد لله. طمني عليك. الحمد لله زي الفل. أمورك طيبة كلها؟ كله تمام الحمد لله. خش في التفاصيل الفنية بس قبل ما نغرق سوا نطمنك ونطمن الناس على حسين الشحات. يا ريت. أنا معايا على التليفون محمد الشحات، شقيق الكابتن حسين الشحات. مساء الورد يا محمد، وتحياتي ليك، وطمنا وطمن جماهير مصر والنادي الاهلي. حبيبي مساء الفل، الحمد لله بخير والله. حبيبي كله بخير الحمد لله. اخبارك ايه واخبار حسين ايه؟ طمني. الحمد لله بخير والله. هو بس مكان الخط متخبط في وشه دماغ اللعيب بتاع الفرقه الثانيه وكده. هو في ساعتها نادى على الدكتور وبعدين اغمى عليه في الملعب. فخدناه وجينا بيه على المستشفى على طول. فهو كان عايز يرجع يعني وكده، فهو في العربيه الاسعاف وجينا بيه اهوت الحمد لله. هنا عملنا له اشعاعات وعملوا له كل حاجه يعني الحمد لله، ربنا كريم ان شاء الله خير. طب طمني نتيجه الاشعاعات ايه وطمن الناس. هو الحمد لله الدكتور مطمنا يعني اهوت، ومستنيين بقيه الاشعاعات تطلع ان شاء الله خير باذن الله. طيب هل هو محجوز في المستشفى؟ هيبات الليله دي في المستشفى؟ هو كده 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 الطبيعي لازم يتحط 24 ساعه تحت الملاحظه يعني في المستشفى. هيتحط 24 ساعه تحت الملاحظه. بيتكلم معاكوا وبياكل بيشرب الامور اللي شبه كده؟ هو لسه لسه الدكتور كان عنده كده اهوت يعني، بدا يفوق شويه وبدا يتكلم معاهم. بدا يتكلم معاه. طيب هو التشخيص المبدئي قالوا ايه؟ تقدر تقول لي؟ ولا هو لسه يعني الاشعاعات بتطلع، بس هو الدكتور قال لي الحمد لله ان هو بدا يعني يسترد وعيه وكده، فالحمد لله طمنا يعني. هو كان عنده مشكله في الوعي؟ كان عنده مشكله في الوعي طبعا، الخبطه كانت جامده طبعا تحت عينه. هو تقريبا شفت الخبطه يعني في الماتش كانت عامله ازاي؟ كانت قويه فعلا، قويه جدا. طيب. بس هما كل المشكله ان هما شاكين يكون في شرخ او حاجه، بس مستنيين اخر اشعاعات ان شاء الله. لا يا رب ان شاء الله باذن الله ما فيش شرخ ان شاء الله باذن الله، وتبقى العمليه ان شاء الله ان شاء الله يعني بخير. طيب اخر حاجه، متواجد معاك اكيد حد من النادي الاهلي؟ كان الدكتور موجود هنا وجاله كذا لعيب من الفرقه يعني موجودين معاه. لا انا بتكلم على الدكتور نفسه عشان يبقى متابع الحاله ومتابع الدنيا. طيب احنا احنا النهارده 24 ساعه تحت الملاحظه ان شاء الله باذن الله لحد ما تبان كل الاشعه ان شاء الله باذن الله. باذن الرحمن ان شاء الله على خير باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ونطلب من كل جماهير مصر وجماهير النادي الاهلي تدعي له بالشفاء والسلامه ان شاء الله باذن الله، يقوم بالف سلامه. كلنا ان شاء الله باذن الله بندعي له. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن محمد، بشكرك شكرا جزيلا. الف الف مليون سلامه على حسين الشحات، كابتن محمد الشحات، شقيق حسين الشحات. مش عارف ايه الحكايه الاهلي فيه ايه؟ ربنا يستر. كله كله اصابات 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 رهيبه يعني. امام عاشور كتف، الشناوي كتف، حسين الشحات خبطه جامده معاها مشاكل طبعاً في الوعي ومعاها. رب ان شاء الله رب ما توصلش زي ما ان شاء الله خير. ما محمد ما بيتكلم ان شاء الله باذن الله. طيب كنت بسال سؤال قبل الفاصل عشان ده المدخل بتاع الكلامي معاك، اكل ولا بحلقه؟ الاثنين. الاثنين طبعا. طيب لو انا ما عرفتش يعني يبقى في بحلقه يعني يبقى الاداء حلو. عندي مشاكل عندي ايهما افضل، اكل واخلص ولا اقول لا انا كنت محتاجه بحلقه يا جماعه فما ظبطتش معايا؟ بص يعني انا متاح بالنسبه لي يعني كل عدد ماتشات كبير يبقى عندي ماتش وحش. كام كل كام ماتش يعني؟ لو انا بتكلم في 10 ماتشات متاح ليا يبقى 2 مثلا. اتنين في العشرة ده عشان انا الاهلي؟ طبعا. ماشي. عشان الاهلي وعشان اي فرقه تانية المفروض ان الفرقه يبقى عندها ثبات في المستوى. ماشي. ده العادي، ده معيار يعني المفروض يحصل يعني. ده معيار؟ طبعا معيار. اتفرج على الفرق في اوروبا كلها. ماشي. ممكن النتائج ما تبقاش مساعده بس الاداء ثابت. ماشي. انما تقول لي المهم ان انا اكسب، اولا الجمله دي غلط مع اني بحبها قوي بصراحه. لا يعني بص، لازم يبقى عندك الاساس بتاعك ايه. اصلا بحس ان فيها قدره. انا بتناقش معاك على فكره، ده مش انا مش بفرض عليك راي. لا لا انا بتناقش معاك عشان احنا ماشيين على بعض طول عمرنا. ان النقاش انت نقاش عايز. نقاش يعني. بالظبط يعني انا بحسها قدره على ان انا بداري عيوبي واعرف اكسب. فدي قدره.
طب موهبه مش موجوده عند فرق تانية، ان انا لما ابقى وحش، لو بقيت وحش بفقد الثقه بنفسي فبخسر طبعا او اتعادل. مهمه ماشي، بس لما تاخد في سيناريو تاني كده، ما تيجي ناخده معانا. لا قدر الله اتغلبت، يبقى لا اداء ولا ايه ولا نتيجه، كارثه. انما لو انا محافظ على الاداء على الاقل، ماشي، هيبقى عندي ظهر، ماشي، ظهر اللي هو ادائي، انا عملت اللي عليا ومفيش توفيق مثلا. ولكن اعتمادك ان انت تكسب والاداء بقاله مثلا ماتشين ثلاثه مش افضل حاجه، ده رصيد مش حلو، لان هنحاسبك على الاثنين. تاني لو رجعنا تاني، هنرجع رجعنا لموسيماني، ماشي، مشكلتنا كانت مع موسيماني ايه؟ الاداء الاول وبعد كده النتائج. لو تفتكر ان احنا ادائنا ما كانش افضل حاجه، يعني انت 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 حضرتك هنا بتتكلم من وجهه نظر الفنيه ولا من وجهه نظر الجمهور؟ لا الاثنين، ما هم مرتبطين ببعض. اصل الجمهور حاجه وال وجهه نظر الفنيه حاجه ثانيه. طب تمام، هنتكلم فني؟ نتكلم فني، لازم يبقى عندي اساس واقف عليه، بطريقه لعب، بشكل، ماشي، باداء ثابت، ماشي. لما اقع في ال10 ماتشات ماتشين ما بقاش في الحاله بتاعتي مقبوله. طيب هل انت حاسس ان الاهلي عنده ستاندرد؟ حتى لو من الماتشات مش افضل حاجه، ما غيرش في ده 80. وصلت؟ ماشي، يبقى لازم اعمل ايه؟ الحق. ما سيبش الدنيا ماشيه طالما ماشيه، لان انت ما انتش عارف الكوره دي غداره جدا، ممكن في اي حاجه تقلب في ثانيه. الا يشفع انه الاهلي لديه عديد الاصابات، عديد من الاصابات؟ طب واللعيبه اللي موجوده افضل ناس موجوده برضه، يعني حتى لو انت عندك اصابات، اللعيبه اللي موجوده واللعيبه اللي بره مهمين جدا. ما خسش الاهلي مثلا بتاع حوالي 30 40% مع اصابه امام عاشور؟ لو انا عامل السكواد ده وبقول كده تبقى كارثه. ما ينفعش في وجود اللعيبه اللي موجوده اقول ان عندي نواقص اصلا. في طبعا في فروق، انا معاك مليون في الميه، ولكن اللي موجود قوي جدا في مصر. خلينا نطبقها عليك، يلا. انت راجل مدير فني، مرنت فرق كتير، تمام، عارف انك ما وصلتش انه يبقى عندك يعني يتوفر لك الامكانيات الكبيره، تمام، في سكواد عميق وكل ده، بس خليني هسالك واعرف منك برضو الدماغ عامله ازاي. تمام، انا دلوقتي بكون تيم في 25، اكيد ال 25 مش شبه بعض، في طبعا. واحد عندي او اتنين او ثلاثه او اربعه دول الفراوده بتوع الفرقه، غيابهم مش بيأثر؟ بيأثر، يخليك داخل مباراة انت راسم رسمة للمباراة، هو ما بقاش معاك فالسيناريو والشكل بتاع الطريقة باختلف؟ السيناريو لو احنا بنتكلم فيه في الطريقة دي، هو دوري انا ان انا اوصل الناس كلها الحالة الفنية او الاداء ثابت مع الناس كلها، هيبقى في فروق فردية طبعا مش جماعية. ما هو ده اللي بتكلم فيه. يعني خلينا الفروق الفردية، ما الفروق الفردية دي ما ينفعش تأثر بالشكل اللي احنا شفناه مثلا النهاردة. انا بتكلم كراجل، حاسس الفرق في ايه؟ لا الفن. الفرق ان مفيش جماعيه، ما كانش فيه، انا حاسس ان الريتم، عارف الريتم لا يتعدى ال 60%، ماشي، وده ما ينفعش مع الاهلي. بتتكلم على الشوط الاولين، الريتم هنا المقصود بيه السرعه، طريقه اللعب ولا طريقه اللعب في اللعب وقبول الاداء، ماشي، لانه واضح. ما خلي بالك اللعيبه مرايه للمدير الفني، معنى ان هو قال ان انا كنت عايز الماتش يمشي كده والسيناريو كده، فدي المرايه، فده هو واضح ان هو ده متفق عليه يعني. دماغه. بس بتكلم كراجل اهلاوي بقى، ما تضمنش دي قوي، لان الاداء ممكن يبقى في وقت لو فضلت مكمل بالحاله دي واللعيبه ماشيه بالحاله دي وحصل دروب، هيبقى عالي قوي عليك، هيبقى عالي عليك انتقاد فني ونتيجه، ماشي، فهتبقى مش حلوه يعني، ماشي. فيعني لا، احنا النادي الاهلي لو انا بتكلم كمشجع بقى، احنا بنحتاج الاثنين، مفيش حاجه اسمها انا بكسب وخلاص، لا مش هتلاقي. حتى لو انا بكسب وخلاص او انا عايز النتيجه، لازم يبقى الروح اعلى من كده. ممكن روح التحميات، الحاجات اللي نعمل سيناريو تخيلي، يلا بينا. هشيل مارسيل كولر المدير الفني واحط الكابتن رضا شحاته، تمام. الكابتن رضا شحاته هو مدير فني لنادي الاهلي، مع المجموعه اللي موجوده ومعاه كم من الاصابات، هل لو انت كسبت مباراه والاداء ما كانش فيها كويس، هتخرج تقول انه انا مسموح لي بس ان ماتشين من 10 ما كنتش فيهم كويس؟ لا، هقول ان الاداء مش مناسب، وهوصل اللعبه ده ما يناسبنيش وما يناسبش النادي الاهلي، احنا مش كده. لكن مش هتقول، لكن مش هتقول ان اهم حاجه بالنسبه لي المكسب؟ لا مهم المكسب، ولكن لازم اللعبة دايما تتحط تحت ضغط ان ده مش مناسب ليا كنادي اهلي، لازم تبقى انت كلاعب خارج وانت كسبان متضايق. ما ينفعش انا ابقى ايا كانت النتيجه، ممكن ابقى كسبان نتيجه كبيره جدا، ماشي، بس دي في المطبخ انتوا بتعملوها كمديرين يعني فنيين، لازم تتعمل. يعني اكيد كولر ممكن يكون بيتكلم مع اللعيبه كده، اكيد مش موصل لهم حاجه ثانيه عكس كده. الكلام اللي اتقال مش لطيف بالنسبه لي، عارف، المؤتمر، اللي هو يعني احنا الناس اللي هو بيتكلم عن الناس اللي بتنتقد، ان يقول لك الاداء ما كانش افضل حاجه، انتوا عايزين ده ولا ده؟ انا عايز الاثنين. طب ممكن اسالك سؤال برضه ثاني، مع مانويل جوزيه كان في ماتشات الاهلي كان بيبقى وحش جدا، بس لا يمكن يبقى الروح قليله، لا يمكن، ماشي، خلينا بنسبه كام في الميه؟ 80%، خلينا نكمل الصوره.
فانت انت كاهلي وحش. مانويل جوزيه يطلع في المؤتمر الصحفي يتكلم على الاهلي ويهاجم الصحفيين ويهاجم الناس وبتاع وده احسن فرقه، وجوه في اوضه اللبس سمعنا بقى بعديها بيشد على اللعيبه شده كبيره، مش جايز تكون دي استراتيجيه برضو؟ ما حسيتهاش من ردود افعال اللعيبه. ما انت خلي بالك الحاجات دي بتتقري يعني يعني بحسها في ردود افعال اللعيبه. في لعيبه بتتكلم على على يعني على التمارين، واحنا احنا بنسمع بس في مجال ضيق، احنا مجالنا ضيق بنتكلم على كل المديرين الفنيين احنا عارفين بعض. لا تعالى لي بقى في الحته دي. اه بيتكلموا على طريقه تمارين كولر. اه طبعا. مالها بقى؟ لا يعني احنا يعني انا اقصد ايه، ان كل مدربين الدوري معروفين. بمعنى ايه؟ ان كل اللعيبه كلها احنا عارفينها يعني، ماشي. احنا ماشي بنحتك بيهم فبنعرف مين بيشتغل ازاي ومين طريقته ايه، حتى محاضراته عامله ازاي، طريقه تعنيفه عامله ازاي، مين اللي بيعنف بطريقه مستفزه، مين الهادي، الحاجات دي كلها بنبقى عارفينها. هو مش شبه مانويل جوزيه. مش شبهه؟ لا انا مش عايزه يبقى شبهه، بس انا بتكلم في السيكولوجيه بتاعت النجاح. بس في 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 كذا طريق للنجاح. انا ضد ان انا هاجم مدير فني يعني او هاجم لعيبه. انا كمدير فني ما بقولش هاجم لعيبه، انا هاجم طريقه اداء. ماشي كلامي يبقى عام. لا انا مش راضي عن الاداء وده هيتحسن في الفتره اللي جايه، واللعيبه لازم تفهم ان احنا ما اديناش افضل حاجه، ورغم ان احنا كده رغم من الصعود ومبارك لهم على الصعود، ولكن الاداء لا يناسب النادي الاهلي. دي كلمه مهمه، انا وجهه نظري دي كلمه مهمه جدا لما لعيب يسمعها عشان تغذي عنده اللاوعي بتاعه ان انا انت مش احسن، دي مش احسن حاجه. اللي يجي التمرين هو مش جاي، ما هو لو انا سمعت المدير الفني بيقول كده انا اروح التمرين اعمل ازاي؟ فعلا؟ اه طبعا طبعا. بس انا ما بحسكوش كده والله كده. انا بحسكوا في الاهلي الموضوع بالنسبه لكم قال ما قالش، انتوا كده كده بتكسبوا الماتشات وكده كده حاطين في دماغكم كده. طبعا يعني عشان انت عندك غريزه دايما ان انت عايز تكسب، دي موجوده. بس انا بحافظ على ايه يا ابراهيم؟ عامل البدني ده مهم جدا في قصه ايه؟ تمرين طول الاسبوع لو ما اتعملش بشكل ايجابي 100% هيأثر عليك في النهايه. لو انا عدد الاجازات عدد الايام اللي فيها راحه سلبيه زياده هيأثر عليك في يوم الماتش. دي كلها يعني كل الوقت ده مهم برضو جدا برضه بسبب الجمل ديت. مشي موسيماني بسبب اصل الاجازات، اصل الاجازات طبعا. يا بيه طب ما جاب بطولات قد كده اهو موسيماني، لا هو موجود ولا انا بمسح له جوخ ولا في الاخر ولا انا ليه علاقه بيه. في الاخر بقى بدا يخسر. ما يخسر عادي. ما هو لا، ما هو لا، وانا هفضل اكسب طول الوقت. ما هي انت مشكله كلها ان مشاكلك في النادي الاهلي او في الانديه الكبيره بتبان بعد الوقت مش في وقتها. يعني ممكن تفضل تكسب ماتشات بقوة الدفع. الدوري ممكن ما يبقاش يعني احتكاك قوي على قد شويه إيه؟ على قد فالامور إيه؟ ممكن تمشي ماشي. في فتره كورونا بعد كورونا ما كانتش في في, في, في معظم الدوريات كانت ملغيه والناس لسه بترجع الدوري حتى بطوله افريقيا ما كانتش بالقوه اللي احنا ماشي بدات ترجع تاني، فبدا يبقى في منافسه قويه ماشي. فالوقت ده بيبقى اوقات بيختمك، بس مع الوقت هتلاقي الفروق بتبان. فروق بتبان في شخصيه الفرقه. لا خلي بالك شخصيه الاهلي دي مهمه جدا، الناس ما يعني ممكن محدش مش واخد باله منها. دافع مثلا، الاهلي ما بيدافعش. الاهلي دايما عايز يكسب وعايز يبقى عايز يكسب بسكور. وماتش النهارده مثلا بيلعب في التلت اللي في نص الملعب طول الوقت. طب انت عايز ايه؟ طب احنا هنهاجم امتى؟ احنا تقريبا الشوط الاولاني ما ضيعناش حاجه. جه عليا فرصه واحده اللي هي مصطفى شوبير خرجها، دي كانت ممكن تعمل لك كارثه. صح. هتعمل ايه بعد الهدف ده؟ كنت هتهاجم بكل قوه. ده المفروض يحصل من البدايه عشان نخلص. اخلص يعني اخلص من الماتش في ربع ساعه وبعد كده اعمل من اللي انت عايزه. دي كانت استراتيجيه جوزيه. ده الاهلي يا مو يقتل اي ماتش في اول 10 ربع ساعه. بص اقول لك حاجه، الاهلي طول عمره طول عمره بيكسب نفسيه. يعني ايه بيكسب نفسيه؟ الاهم حاجه نفسيه. انت نازل خسران قبل ما انزل بالتسخين. انا بسخن. هو بيسخن طبعا طبعا. لو فقدت دي هتخسر كتير، يعني هتفقد حاجات كتير قوي في النادي الاهلي. ان انت بتنزل كسبان. استاذك اروح لفاصل كلام ممتع معاك كالعاده والله العظيم. انا مبسط حبيبي. اروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل حوارنا مع كابتن رضا شحاته. الحوار يلز يعني بمعنى صح. يلا بينا حبيبي. دايما بشوف انه في ميزه انك لما بتبقى في أسوأ حالاتك وتيجي تكسب عندك فرصة للتصليح والتعديل والتحسين. لو أنت بتشوف بعينك الفنية إيه اللي عند الأهلي يحتاج يصححه ويصلحه، لأن المواجهات اللي جاية في بطولة أفريقيا أصعب بكتير من مواجهة سيمبا. بص يعني هنتكلم على اللي هو قاله. ماشي. هو قال لك إن أنا اللي طالب ده. ماشي. ف... دي طلباتي كولر. دي طلباتي. دي طلباتي. فأنا
لو دي طلباتك وده الريتم اللي انت محتاجه من النادي الاهلي وده ودي شخصيه الاهلي اللي انت عايزها في علامه استفهام. حلو. انما لو دي طلباتك في المباراه دي اوافقك. لو دي طلباتك بتعدي بالماتش وبتعدي بالماتش ماشي. ماشي لو هنا ماشي. انما لو دي طلباتك في الطريقه او في الاسلوب وفي الشخصيه لا هنقف شويه نتكلم في القصه دي. عشان اللي جاي اصعب. انت يا بترو اتلتيكو يا مازيمبي، انت كل ما هتلعب ما انت هتقابل الاقوى. ايوه فعندك فرق منظمه وفرق بتعمل عندها برضو تكتيك وعندها ماشي. طرق لعب. فانت مهم بالنسبه لك ان انت ادائك يتحسن علشان احنا يعني حظك كويس ان مصطفى شوبير في حاله هايله تركيز. هل كنت تتخيل مصطفى شوبير يصل الى هذه المرحله في وقت قصير جدا يعني؟ انا من اكتر يعني مش هقول لو انا طلبت في الجونه من 3 سنين من 3 سنين؟ طبعا. فلو كابتن شوبير عارف القصه دي من وقت موسيماني لان مقتنع بيه جدا من بدري. لان خلي بالك انا عمري في حياتي ما ببص للعيب عشان عندنا ازمات كتيره في مصر وعندنا مقولات كده حافظينها مش فاهمينها يعني زي ما بيقولوا ده بيلعب عشان خاطر والده ده لا ده ابني مش عارف مين فما بيلعب لا مفيش كلام ماشي بشوف. تظل الكلمه دي او الجمله دي كز. لا مسلم بيها ومسلم بيها انا جالك من السكه اللي هي السهله مسلم بيها لحد ما اشوفك في الملعب يعني انا هفضل طول الوقت اقول ايه عليك. انت اعلامي انا هفضل اقول ايه على نفسي انا اخد الكلام على نفسي تمام. انت اعلامي بالوسط عشان انت ابوك فلان الفلاني تمام لحد ما اطلع على الشاشه تمام بس انت بقيت في الملعب هفضل اقول عليك ان انت حارس مرمى ابناء عاملين لحد ما اشوفك لحد ما اشوفك في الاختبارات اما واني نجحت في الاختبارات شكرا بقتل الجمله دي وانتهت القصه بضربه بالنار فتره طويله قوي نفسيا يا ابراهيم اللعيب نفسيا فتره الناشئين وفتره الدرجه الاولى بتضغط طبعا احنا مش محتاجين القصه دي لان في الاخر اكيد مش جاي من لعيب عشان على حساب النادي الاهلي مستحيل يعني ده موضوع منتهي صحيح فنبطل الكلمه دي لان نفسيا بتاثر على اللعيب ونفسيا ممكن يبقى لعيب كويس وخامه كويسه ممكن الكلام ده يضايقه فممكن يخرجه بره القصه لا في الاخر ولا انا دليل على مصطفى شوبير دلوقتي يعني انا شايفه من الناس المركز جدا غلط في حاجات وهيغلط في حاجات لازم يبقى احنا برافو يعني عليك بعد اذنكم يعني عشان بس نبقى متفقين هيغلط وهيغلط جاي يعني في حاجات هيغلط فيها ده حارس مرمى ولكن نستغل الحاله دي ان انا اديله ماتشات اكتر استغل الحاله دي ان انا اقول له ان انت زي ما كنا بنقول زمان حارس المرمى 50% المقوله دي حقيقيه لان حارس المرمى النهارده طب جرب طبعا يعني ده موضوع كبير جدا جدا حاجه خطر ترسم جدا ترسم رسمتك وتظبط تظبيطك واحده تقوم معديه وتعديه وهو مش مركز شكرا يخسر الفرقه كلها خلي بالك الهدف اللي بيدخل فيك غلطه حارس مرمى بيأثر على الفرقه بشكل اكبر من جون عادي يعني لو جون ملعوب مش هيأثر عليك نفسيا زي ما يمسك الجون وتقع من ايده بتضايق الفرقه كلها كله نفسيا والجهاز وكله اللي هو بنبذل مجهود وانت اللي برافو عليك غرقتنا. برافو عليك فنفسيا هنا بتأثر اعلى من يبقى جون عادي صح. فانت في حاجات حتى النفسيه فيها ما فيها درجات يعني انا لما اتكلم معاك بطريقه وحشه غير لما اغلط ايوه هنا غير هنا فالمهم جدا نراعي الحاجات دي مهم جدا نعرف ان احنا عندنا جون كويس جدا مستقبل النادي الاهلي مهم جدا نقف في ظهره في ازماته وفي فتره هو ماشي فيها كويس فانا شايف ان هو متالق في الماتشين اللي هناك وهنا سبب كبير ان احنا عدينا المباراه المرحله دي كلها المرحله دي وان شاء الله ربنا يكرمه في المرحله اللي جايه مع باقي اللعيبه بس يعني انا محتاجين ندوس اكتر عشان اللي جاي الاهلي يعرف يفوز بالبطوله ولا شايف الموضوع لا ان شاء الله الاهلي خلي بالك يعني مدرسه زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه خبرات كتير انت عديت على المواقف كلها صح كم مره اقل لعيب عدى عليها كم مره كتير جدا فدي في حد ذاتها سلاح قوي جدا الناس مش واخده بالها منه. طيب انا اللي برضه لافت نظري انه جمهور الاهلي برضه مش راضي قوي عن حته الاداء. طبعا انا متاكد من بس ده. في نفس الوقت وهو مش راضي عن حته الاداء بيقنع نفسه بانه المراد حصل، الهدف حصل. الماتشات اللي جايه هي يا اما بترو اتلتيكو او مازيمبي. تمام. وبالتالي تزداد الشراسه اكتر. ايه الطريقه اللي انت تشوفها مناسبه للنادي الاهلي كي يحقق كلا الامرين، الاداء والنتيجه، الاثنين مع بعض. طيب. خلينا اقول لك ان الكوره دي او اي مجال عموما هو رصيد ماشي رصيد بين افراد مشتركه يعني ماشي. في جمهور في لعيبه في جهاز فني أيوه. فده كل ده كل واحد بيدي رصيد للتاني ايوه انا بديك رصيد فني انا كمدير فني بديك رصيد اداء فانت راضي دايما عن الاداء لما بتيجي تخسر فانت عندي رصيد فبعديلك على شويه بطولات
برافو عليك. فانت عندك رصيد كتير فبتاخد من رصيدك. انما لما تخسر ماتش واثنين وثلاثه وما عندكش اداء انت ما عندكش رصيد. ماشي. فلازم تدي رصيد دايما فني وقوي عشان ابقى انا راضي. اشتريت. انا اشتريت منك. بالظبط. انا كجمهور عندي بديك رصيد، بديك ان انا في ظهرك في الازمات في المشاكل، انا موجود في اي مشكله، انا ببقى متواجد في التمرين فانا بديك رصيد. ماشي. فهي الموضوع كله كده، الموضوع كله رايح جاي. فعشان كده بقول لك لازم نحافظ على ده عشان لما يحصل وقعه ما تبقاش جامده. طيب كلمني في الملعب اكتر. الملعب بقى الاهلي مشكلته في نص الملعب ولا مشكلته على الاطراف ولا مشكلته في المساكين ولا مشكلته في الناحيه الهجوميه، انه مش قادر يوصل بالشكل المعتاد انك طول الوقت تكون بتلعب في التلت الاخير من مرمى الخصم، ما تبقاش انت بتلعب في نص ملعب. بص الاهلي انا مقتنع جدا دفاعيا، منظم دفاعيا، منظم دفاعيا، بمعنى ان انا عندي الطريقه الدفاعيه القديمه اللي كانت اللي هي بتعتمد على الروح والقلب والجري والتخبيط لعيب الفردي ده باش موجود. ماشي. بقت الكوره دلوقتي بقت خطوط طول. ماشي. وخطوط عرض. ماشي. طول ما انت واقف الخطوط الطول صح وخطوط العرض صح فهنا المساحه بتقطع. ماشي. المساحه بتقطع، يعني لو انا وانت قاعدين هنا وعندي لعيب هنا فالمثلث كده بقى مقلوب. ماشي. اتنين تحت وهنا، اي تمريره طوليه ده هيقطع. ايوه. لو العكس من هنا او من هنا انا هقطع وانت هتقطع. مظبوط. او الراجل ده هيقطع، يبقى انا مش محتاج هنا المساحه، المساحه دي هي اللي قطعه. ماشي. مش محتاج ان انا اروح اقطع. والاهلي كان بيعمل ايه في الحاله الدفاعيه لو تاخد بالك؟ بينزل اربعه، الطريقه تقلب 4-4-2، بمعنى ان السوليه بيروح ازاي جنب مين؟ مودست. فالحاله الدفاعيه هنا ال 4-4-2 دفاعيا اقوى من وجهه نظري. يمكن انا كنتش بلعب كده، انا كنت بلعب ال 4-4-2. انا كنت بلعب 4-3-3. بس مع الوقت ومع ان انا قعدت اتفرج، يعني فتره طبعا بقعد اتفرج كتير جدا، انا قعدت اتبدل عادي. تبدل دفاعيا مش هجوميا. ماشي. هجوميا بتقلب 4-3-3 عادي. بس دفاعيا بوقف طرفين مع اتنين في نص الملعب ده اربعه. مع الباكين مع السرد باكين ده اربعه تانيين، واحد من نص الملعب بيزق مع الراجل فوق. بس خلاص. دفاعيا اقوى، لان كل الخطوط لما يبقى فيها اربعات افضل ما يبقى 81، 81 ده في مربعين هنا بيفضوا جنب السته. ماشي. اللي بيشتغل فيهم الاطراف. الاربعه ما يبقاش الاطراف بتوع الفرقتين التانيين. برافو عليك. بتاع الفرقه اللي قدام. برافو عليك. طول انا بقفلهم بقى في الاربعه. عشان كده النادي الاهلي لو تاخد بالك الشوط الاولاني هي كره الضربه الثابته الكورن، انما طول الـ طول ال 45 دقيقه هم ما دخلوش 18. عشان دفاعين كانوا منظمين جدا. انا عندي مشكله في الحته الهجوميه، ماليش شكل واضح. في ايه بقى؟ في الخروج بالكوره؟ في الخروج، لان انت لما خلاص انا الحاله دي وانا دافعيا انا واقف تمام، ما عنديش هل مشكله. هل الاهلي عنده استراتيجيه معينه في الخروج بالكوره؟ يعني بيخرج على هاني ولا بيخرج على نص الملعب؟ يعني مثلا احس انه احيان كتير يخرج على معلول، يعني كنت اشوفها مثلا في طريقته مع 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 موسيماني، انه بيخرج على ايمن اشرف وايمن اشرف بيعمل الطوليه، فايمن اشرف في وقت موسيماني كان رقم واحد البريمو بالنسبه له. ثم بعد كده الخروج كان بيبقى احيانا اول خروج للكره على عبد المنعم ومن عبد المنعم لمعلول على الطرف من الاطراف، يا معلول يا هاني. ثم لما جه امام عاشور كان احيانا يبقى فيه على طول باص من عبد المنعم لامام. الاهلي عنده استراتيجيه واضحه، عنده بمعنى صح نمط واضح للخروج بالكره دفاعيا؟ دفاعيا هجوميا لا، مش يعني هجوميا، يعني الكرات الطوليه اكتر. معنى ايه النقله الاولى؟ لا وانا بدافع عندي شكل واضح وصريح. طيب ومنظم. وانا بخرج لما بالكره بقى لما بنقل بقى لما بص اقول لك حاجه، هي خروج من الكوره ده، خروج بالكوره ده مرتبط بان الفرقه بتضغط بكام لعيب، يعني ممكن هحضر ولا مش هحضر. ماشي. اوقات بيلعب طويل. لان النهارده حصل كورتين او ثلاثه من كوكا هنا بيروح شايلها لرضا سليم في ظهر اللي هي بين الباك والسيرد باك. انا ما بفضلهاش للاهلي. ماشي. بفضل الاهلي دايما يلعب على الارض وعدد كبير قدام، ونبدا يبقى في جمله او جملتين بنشتغلهم عشان نبدا نخلق فرص. ماشي. الفرص بتتخلق بوجهه نظري بتتخلق بالانسجام اللي بين حسين الشحات وبين علي معلول. انسجام اتنين لعيبه. مش تريك. في فرق بالانسجام والشغل التكتيك. ماشي. دي حاجه ودي حاجه عشان ما ندخلش الخطوط في بعض. انا كده فاهم. الناحيه الثانيه بقى عندك هاني وعندك رضا سليمي النهارده، انا مش شوف هاني مظلوم في قصه ان انت دايما اللعيب اللي قدام مش منسجم معاه. لان الناحيه الثانيه عندك لا انسجام كبير. وعلي بدليل بدليل فاهمين بعض بالعين بالحركه. الله ينور عليك. اللي هو اللي هو حسين ومعلول فبيتحركوا بيعملوا 1 و2 وبيوصلوا بالكره زي ما هم عايزين. بيقول. حافظوا بعض يعني. حافظوا بعض. الناحيه الثانيه ما عندكش ده، يعني بيرسي تاو وهاني حتى برضو مش الثنائيه مش عايزه تربط. متناغمه قوي. مش متناغمه زي هنا. احتكاك وماتشات وخبرات وعندك حاجات كتيره جدا نقدر نتكلم عليها، ولكن
انا بقول الاستراتيجيه هنا بدانا نعتمد على ان مثلا واحد زي امام يطلع في العمق يبدا يهاجم ويشوط، السوليه بيشوط، اعتمدنا على ده بشكل اكبر. انا وجهه نظري كهربا لازم يلعب كهربا. طيب هروح بقى اكتر للناحيه الهجوميه وراس الحربه وقصه كابتن مودست. بس بعد الفاصل كولر بيختار له بقى لك عجبني مودست قوي. خلينا نروح الفاصل وبعدين نرجع لكم. بفضل قطع المشوار مع كولر لحد اخر حته، يعني انا بقطع معاه مشوار ببقى مقتنع او شاري اي حاجه بيقولها لحد ما بتيجي سيره مودست بقوم فاصل. عارف انت بتستحد يقوم منزل المفتاح كده بقوم فاصل منه. فحتى كمان في المؤتمر الصحفي احد الزملاء الصحفيين بيساله سؤال ما له علاقه بمودست يعني، فقال له انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا ان انت اخدت بالك ان مودست كان كويس النهارده. فجمله مستحيل ايه او صعب تسمعها على اي لعيب تاني، فاهم؟ انا بشكر كويس ان انت تتكلم عن مودست كويس، كلموا يا جماعه عن مودست كويس. هل المدرب بيبقى حبيس فكره معينه انه جاب لعيب فبيبقى طبعا عايز يراهن عليه بقى الطريق ويقول للناس هو كويس هو كويس وحتى لو هو مش مقنع بالنسبه للناس؟ طبعا بقى مصر ان هو يثبت. يعني احنا بني ادمين في الاخر، المدرب ده والمدير الفني ده بني ادم في الاخر. فعنده حته ان انت عايز اكد ان انا جبت حق، يعني انا اللي جايبه او انا صاحب القرار، فعايز الفكره تنجح. ولكن خلينا نقول مميزاته. هو مين؟ مودست. يلا. اهم ميزه فيه ان هو محطة كويسة، يعني بيسند الكورة، يعني هتلعب الكورة وعايز تعمل شغل تكتيك مهم جدا يبقى عندك راس حربة بيقف ويحط الكورة تحت تاني. ده وجهة نظري الميزة اللي عند مودست لحد النهاردة. غير كده مش إيجابي خالص على الجون. حركته بطيئة، حركات رجليه السرعة مش أفضل حاجة، أنت محتاج مهاجم سريع قوي ينقلك، ده مهم جدا، زائد إن هو يبقى محطة كمان. انا شايف ترتيبة الروس الحربة بالنسبة لكولر مش مظبوطة. مش مظبوطة؟ لا. عدلتها ازاي؟ كهربا واحد، كهربا رقم واحد، على وسام. على وسام حاليا خلينا نتكلم في الوقت اللي انا فيه. انا ما اقدرش وسام ما اقدرش احكم. بص اقول لك حاجة، عشان انا مش من الناس اللي بتتبص اللي انت جبت جونين يعني بقى انا كده انت بالنسبة لي تمام. لا لسه عشان نقول ان انت تشيل النادي الاهلي لازم هتاخد وقت، وعنده اصابه وبعد كده هيرجع نشوف تاني حالته واصله فين. ولكن في الوقت ده كهربا طبعا كهربا مزعج جدا فنيا جدا. لو انت مدير فني بتلعب ضد كهربا مزعج جدا لان ما انتش فاهم هو عايز يعمل ايه. هو في عشوائيه تخليك ما تبقاش عارف انت تعمل معاه ازاي. ما هي عشوائيه مفيده للاهلي، يعني مفيده للاهلي يعني تحس ان ده تمسكه ازاي ولا تيجي كده وتحس انه يروشك في الملعب. يعني بالظبط كده انا بشوف، يعني انا بشوفها تكتيكيا رخمه لاي فرقه بتلعبها يعني والله. طبعا لو انا مدير فني بلاعب نادي الاهلي ما عندي مشكله مع كهربا. مودس مش هيبقى عندي مشكله معاه. مش سبب حركاته قليله واضحه واضحه قدامي عشان اقدر اشتغل عليه. كهربا لا. كهربا ما تفهمش هو هيروح فين وهيقطع فين ويتحرك فين وبعدين بيعمل اكتف مع اللعيبه وشدد اللعيبه ويلا. الجو ده مهم في الكورة. اللعيب اللي هو بيشد اللعيب ويتخانق ويلا وهنكسب ومش عارف يقوم. انا بحب اللعيبه دي. لكن ده الموسم الاخير لمودست اصلا يعني اتوقع في الكورة كلها على بعضها مش في الاهلي. والله بص مستوى صعب يعني انا ده وجهه نظري يعني برضو ما بحبش انتقد حد في هو بيلعب ولكن انا شايفه لا يعني بعيد عن النادي الاهلي. لان النادي الاهلي ليه ستايل معين. الراجل بتاعك وبتاع الجونه ليه ما نجحش في الاهلي؟ هو قعد وقت قد ايه؟ نسيت اسمه. والتر بولي. والتر بولي قعد في الجونه قد ايه؟ في الاهلي قد ايه؟ فتره قصيره. مع الضغوط لا هيبقى الموضوع صعب ولكن هو لعب كويس جدا طبعا. وقع خالص. لان الوقت كان صغير وهو كان عنده طموحات كبيره جدا فطبيعي ان انت هتقع. يعني لو خرجت من الاهلي هتقع وده اللي حصل. هو انت مع انهي مدرسه؟ مدرسه تجيب لعيبه ينزل في الملعب على طول انا جبته يلعب على طول، ولا اقعد اتاقلم وتتفرج شهر شهرين ولا حاجه ولما يجي ماتش سهل تدخل كده واحده واحده وتتصيط والدنيا تبقى؟ انا مع مدرسه ان اختار التوقيت المناسب. التوقيت المناسب ايا ما يكون هو ايه؟ بسرعه او بعد كده؟ طبعا
المناسب مهم جدا اختيار التوقيت المناسب. توقيت الدفع بواليا ما كانش مناسب؟ ما كانش مناسب طبعا. هو كان مهاجم كويس؟ طبعا. ايوه كان يعني من هدافين الدوري. طيب هل هي المشكله ان هم ما تحملش ضغوط تيشيرت الاهلي؟ ما تحملش وما خدش وقت برضه، يعني العامل الوقت مهم جدا يا ابراهيم في الافارقه او الناس اللي بتيجي بره مصر. شوف انا بحب موسيماني قد ايه، بس لو بشوف ان موسيماني عنده غلط فموسيماني عنده غلط، لانه عجنه ما بين محمد شريف وما بين بوالي غير طبيعيه. شريف كان عالي وداخل وعمال يسجل، فراح مهمده ومنزل بواليا، فبواليا عمال من الدنيا مش ظابطه معاه، فراح مهمده ومرجع شريف. لا شريف رجع ولا بواليا فاق. بالظبط كده، ده بقولك التوقيت فرق بين مدير فني ومدير فني، ان انا ادخل لعيب في وقت هشيله مناسب، هشيله الفرقه في حالتها، الفرقه في افضل حالتها، اللعيبه كلها مركزه، فبزق اللعيب عشان اعمل له سبورت هنا في القصه دي. ولكن التوقيت لو اخترته غلط هيضره جدا جدا، يعني لان انت عارف برضو الضغوطات اللي كانت موجوده في الوقت ده، النادي الاهلي كان مش في افضل حالاته، فالطبيعي ان انت عايز حد النهارده يكسر الدنيا. هو كان ماشي في الدوري مكسر الدنيا، ولكن طبيعي ان الوقت لازم وقت. يعني لو رجعنا تاني في لافيو كان ايه، قعدنا سنه بس عنده فرقه ثابته وبتكسب. صح، فشيلاه. صح. لا وبعدين في لافيو كان 27 سنه لما جه الاهلي، اعتقد حاجه شبه كده. بالظبط، بس قعد سنه، يعني لو بقول لو قعد سنه لا هتفرق بواليا طبعا. بس الوقت كان صغير والضغوط كبيره والفرقه ما كانتش في افضل حالتها، فكل دي حاجات تاثر على اي لعيب يعني. استاذ زكي روح لفاصل ونرجع بعد يلا. ما تقلقش هسحرك في البيت النهارده حبيبي، هتلحق. طيب خلينا نروح معاك للزمالك ومودرن فيوتشر. شفت ازاي لقاء الذهاب وكيف يكون لقاء العوده؟ يعني بص، الزمالك لسه اقدر اقول ان هو بيتبني في كل حاجه، بيدور على نفسه فنيا. بالظبط كده يعني، بس الخطوات كويسه. انت بقى في مجلس اداره، الدنيا هاديه، الدنيا بقى فيها استقرار، لعيبه، في تجميعه لعيبه كويسه، في مدير فني بيعمل حاجه مختلفه. بس الحاجات دي كلها بتاخد وقت، فانا مش عايزهم يستعجلوا. يعني ممكن الفرقه ما تبقاش افضل حالاتها، ولكن الخطوات مهمه جدا ان انت تحط رجليك في، يعني ممكن تبقى الخطوات صغيره بس ثابته، غير ما اخد خطوات كبيره وتبقى ثابته تعمل لك مشكله قدام. فانا اتوقع نادي الزمالك مع بدايه الموسم كمان اللي جاي في الانتقالات اللي جايه، عنده شويه نواقص لو كملهم بلعيبه كويسه هتفرق. ايه هي النواقص؟ وهل الصفقات اللي جابها ماشي، يعني هتظهر بشكل كويس ولا صعب؟ بعض الصفقات تبقى كويسة، ولكن العدد كبير قوي على نص الملعب. العدد كبير قوي، يعني معظم اللعيبة كلها أو كانوا 7 أو 8 لعيبة، 8 في نص الملعب كتير على الحتة دي، فدي ممكن تضر ما تفتش يعني. فأنت محتاج في خط الظهر، ومحتاج في الباكين، يعني محتاجين في الأماكن دي، محتاجين طرف كمان كويس، الخامات الثقيله اللي تشيل نادي الزمالك عشان تقدر تبقى موجود بشكل كويس في الدوري. طيب على، بس هيعدي فيوتشر ده وجهه نظري. ما انا كنت على، كنت هقول لك على صعيد مباراه العوده، يعدي تامر مصطفى، يعدي مودرن فيوتشر. الزمالك عنده رغبه اكبر، عنده خبرات اكتر، عنده الحافز ان انا بقالي فتره طويله عايز اخد حاجه بطوله في افريقيا، فاتوقع ان ده يبقى حافز كبير جدا لنادي الزمالك. وهترجع برضه لرغبه اللعيبه ان شاء الله، يعني يبقى مركزين، يبقى عندهم الدوافع. لان انا يهمني جدا، انا كرضا راجل اهلاوي، يهمني جدا نادي الزمالك والاهلي يبقوا في قمه قوتهم. ده مهم جدا للمنافسه وليا كجمهور والمنتخب مصر. لسه هروح لمنتخب مصر، انت بتقول لمنتخب مصر. كابتن حسام حسن اختار في المعسكر اللي فات 10 لعيبه من الاهلي في مقابل اعتقد لعيب او اثنين لو مش خيانه الذاكره من نادي الزمالك. كان عواد ومصطفى شلبي بعدها، هل ده انعكاس طبيعي لحاله الاهلي وحاله الزمالك؟ مش انعكاس، هي بتبقى ثقه مدير فني في لعيب. يعني انا بثق في مين، ومين اللعيب اللي يقدر يشيلني، او ان انا شايف ان انا شغل التكتيك بتاعي يبقى مناسب لحد، ممكن يبقى حد كويس بس التاني ممكن يبقى اقل في الفتره دي، بس ده مناسب بشغلي. فانا باخد المناسب. وانا بشوف دايما المدير الفني في منتخب مصر او اي مدير فني في المنتخبات له حريه مطلقه في الاختيارات، لان هو في الاخر
اللي بيشيل الليله، فمن حقه يختار زي ما هو عايز ويعمل الوقت اللي يناسبه وطرق اللعب اللي تناسبه بشكل. بان حاجه في الماتشين اللي فاتوا ولا لسه؟ لا لسه، لسه مع الوقت. لسه لا لسه لسه، احنا كمان لما احتكيت بفرقه قويه منظمه تكتيكيا عندك مشاكل كتيره، مشاكل كبيره واضحه يعني. وده كان واضح في حتى في بطوله افريقيا اللي فاتت، كان عندنا مشاكل في الحاجات التكتيكيه، لان الفرقه كلها بقت منظمه. منظمه مش شرط تبقى موهوب من الناحيه الجماليه، بس انت تبقى موهوب من ناحيه التنظيم. طبعا طب مهم حتى جدا حتى التنظيم اعتقد انه موهبه يعني، طبعا انك تبقى واقف صح وتعرف تقف فين ودفاعيا صح وبتطلع بالكوره صح، الامور دي كلها بقت بتفرق. عشان كده احنا بتوع راس الاخضر تعبوا وتعبوا افريقيا كلها. طبعا مهم تبقى بتفهم مهم تبقى بتفهم يعني اهم من اي حاجه ان انت يبقى بمعنى عندك بمعنى الاستيعاب ان انا المطلوب مني ايه اللي انا عايز اعمله هنا في الحاله الدفاعيه وفي الحاله الهجوميه انا هعمل هنا ايه. ده مهم جدا وده مفتقدينه بشكل كبير جدا في اللعيبه المصريه. انما عندك مواهب بتقدر تفنش وتقدر تكسب ماتشات وتخلص لك ماتشات بالحاله الفرديه عندنا ولكن الشغل التكتيك قليل للعيبه، لان اللعيب بيبقى همه الاكبر ان هو يخلص تمرينه ويروح، مش همه ان هو يفهم. مش لعيب المنتخب بيتحفظ برضو زي لعيب الفرقه الانديه؟ لا انت بالظبط زي المدير الفني لازم يمارس طول الوقت عشان يبقى بيحتك. اللعيب لازم طول الوقت تفكره طول الوقت تحط له تعليمات عشان يجمع دايما. دي الوقت في المعسكرات طبعا بتاعت كل المنتخبات الوطنيه المعتاد ايه في التعامل مع المعتاد؟ عشان احنا برضو بنمسك السلمه غلط. احنا بنمسك المدير الفني منتخب مصر، لا هو مش مدير فني منتخب مصر. هو كل ما هو مدير فني في الدوري ماشي، لان كل ده مرتبط، لان انا باخد اللعيب من الدوري من المصري الفرقه بتاعته من فرقته جاهز، انا هنا بحط الحاجات خفيفه عشان نبدا نشتغل. وده الفرق بينك وبين كل معظم افريقيا في ايه، ان اللعيبه كلها محترفه. فلما بيجي يجمع جاهز فالامور سهله. لما تحط فكره او فكرتين الامور بتاعه سهله، لان هو الاساسيات موجوده والوقفات موجوده. غير انت عندك في مصر هنا او اللعيبه بتلعب بطريقه مثلا دفاعيه ما بيهاجموش اصلا يعني، في فرقه يعني تقريبا ما بتهاجمش طول الدوري. طب قال له ايه لما بنمسك؟ عايز اكسب في منتخب مصر فعايز اكسب، هتعمل ايه؟ هيغير فكره اصلا في اللي في دماغه. فهنا بيحصل اللي احنا بنتكلم انه نرجع نقول اصل المدير الفني في منتخب مصر عنده مشكله. لا هي المشكله الاساسيه في اللعيب اللي بيجي من الانديه، من لعيبه الانديه بتروح المنتخب فبيحصل ازمه. لازم نحل دي عشان نوصل في الاخر. احنا عندنا هرجع بقى كمان خطوه لورا الناشئين. فعندك هي سلسله كده لازم تبداها عشان الامور بالنسبه لك تبقى واضحه وصريحه، ولكن بيتظلم المدير الفني منتخب مصر دايما في القصه دي. ان شاء الله باذن الله نوصل كاس عالم، واعتقد يا رب الوصول الى كاس العالم ما بقاش غايه في حد ذاتها، هو انك تعمل حاجه في كاس العالم. اتمنى ان نقول ده يعني، اتمنى ان الناس كلها تقول نعمل حاجه في كاس العالم، نبقى نحقق حاجه. ده مهم جدا ان شاء الله باذن الله. كابتن رضا حضرتك شرفتنا ونورتنا، وانا كالعاده بستمتع وببسط بيك جدا. حبيبي انا طبعا مبسوط جدا معاك النهارده، وكل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك، وانت من الناس القريبه مني جدا. ربي يبارك في عمرك. وعلى المستوى الشخصي احنا انت عارف انا بحب الناس. انت حبيبي يا كابتن رضا والله الدغري. ربي يبارك في عمرك، ربنا يكرمك على راسي. بشكرك شكرا جزيلا. سلام طيب يا حبيبي. كان مشرفنا ومنورنا نجم مصر والنادي الاهلي والمدير الفني المتميز كابتن رضا شحاته. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل. صباحوا على الف خير، اسيبكم تتسحروا.